مرحبا، معكم كارمي شماس. كيف بده يكون اليوم الخميس 8 ايلول سبتمبر؟ اليوم القمر مرافقنا من برج الدلو لليوم الثاني على التوالي، وبعد الاجواء حلوه كثير للابراج الهوائيه. مواليد برج الدلو بالطليعه، القمر ببرجكم، كذلك مواليد برج الجوزاء ومواليد برج ايضا الميزان. كيف بده يكون نهارنا؟ البدايه مع برج الحمل، مواليد برج الحمل، نهار حلو احلى من يوم الجمعه. من هلا عم بقول لكم يلي بعد ما سمع برجه الاسبوعي لازم يدخل يسمع برج الأسبوعي، الأجواء مختلفة في اليومين المقبلين، فاستفيدوا من هذا اليوم يلي فيه نشاط وفي حيوية وفي دعم وفي حتى مسايرة لإلكن، وفي نوع من توافق معكن، وكأنه في حدا بيوقف لجانبكن وبيعطيكن اللي بدكن إياه إذا أنتو طلبتوا. كلكن محظوظين. تأثيرات كوكب المشتري بعد معكن مواليد 27-28 أدار مارس، وتذكروا أنه كوكب المشتري عم بيطلع عم بيرجع لوراء، ورح يرجع ليوصل توصل تأثيراته عند مواليد أول برج الحمل، فيلي هلا هالفتره تاثيرات عنده جيده يستفيد منها. بنروح لبرج الثور، مواليد برج الثور، الجو اليوم عندكم لا باس به، بتعرفوا انتم انه الجو عم بيقطع يعني مثل غيمة صيف وعابرة، الأجواء ليست سلبية، الأجواء عابرة مثل ما قلت لكم، وهنالك نوع من متطلبات انتم بتعيشوها، وهذه المتطلبات منا صعبة، هي مسؤولية عابرة مثل ما قلت لكم، وبتقدروا تنجحوا فيها. تذكروا انه في كتير دعم لكم من الكواكب، خاصة من بلوتو، من الشمس، ومن كوكب الزهرة، ليش لا، تأثيرات كتير حلوة ومقوية جدا جدا لكم. مننتقل لبرج الجوزاء، مواليد برج الجوزاء، شو حلو الشمس طلعت على وجه مولود برج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء، الأجواء عندكم اليوم حلوة لأنه القمر الموجود ببرج الدلو عم بيتناغم مع تأثيراتكم، مع تأثيرات القمر من برج الدلو تتناغم مع الفايبس اللي من أو لبرج برج الجوزاء، فالأجواء حلوة كتير، الأجواء إيجابية جدا، الأجواء مساعدة، يعني حتى كوكب زحل يلي الناس بتخاف منه وبتنقذ من اسمه احيانا، كمان رح بتكون معكم ورح تدعمكم مثل ما انتم بدكم. جو حلو. انتم بتعرفوا انه كوكب المريخ هو اللي عم بيوجع لنا راسنا، مواليد برج الجوزاء حاليا، فبالتالي بس تنتبهوا منه، من التسرع اللي معقول يسببه، من الانفعالات اللي معقول يسببها. اذا كنتم مواليد 1-2-3 حزيران يونيو بدكم تكونوا حذرين. بقيه المواليد مفروض نهارها يكون ممتاز ونهارها مفروض يكون ايجابي جدا. بنروح لبرج السرطان، مواليد برج السرطان، الجو جيد، الاجواء حلوه، الاجواء منعشه، الاجواء متعبه لانه في شغل، لانه في تصحيح لاخطاء، في تصحيح لمسار معين تخربط وبطل ماشي مثل ما كان يمكن يمشي، لكن القوه اللي عندكم اياها موجوده، ولا يوجد اي سبب لحتى يكون في تراجع بتاتا، اي تراجع بيكون من ايدكم لانه فلكيا الاجواء حلوه. فمواليد برج السرطان بعتبر انا هذا اليوم يوم مناسب لحتى تشتغلوا من لكم، ورح بتلاقوا اذا ما لقيتوا نتيجه اليوم رح بتلاقوها السبت والاحد، عفوا الجمعه والسبت، بكره وبعد بكره، لانه القمر رح بيكون ببرج مائي صديق لكم، والاجواء رح بتكون ممتازه، فبتكونوا من الابراج الاكثر حظا. ننتقل لبرج الاسد، مواليد برج الاسد، اليوم انهار بالنسبه لكم، بتعرفوا انه متقلب، تاثيرات القمر يلي موجود في برج الدلو المعاكس لكم مزعج شوي، ثقيل شوي، بسبب يمكن بعض المعاكسات وبعض يمكن الاراء المختلفه عن ارائكم، لكن هذا شيء ليس سلبي، هذا شيء ليس سلبي، هذا شيء يمكن بيخلق نوع من تعارف مع اشخاص، يمكن هؤلاء الاشخاص الثانيين يلي عم بخلفوكم حابين يتعرفوا عليكم، حابين يعرفوا أكثر، فبالتالي ما تنقذوا من أي شيء. مواليد برج الأسد، بس بدي أطلب منكم أنه بكل هدوء وبكل رواء اتعاملوا مع أي ظرف ممكن عابر اليوم، خليني أرجع شوي لورا، أي ظرف عابر اليوم لحتى تقدروا أنتوا تطلعوا من، ما رح أقول مشكل، ما في مشاكل، الأجواء العامة بصراحة كلها حلوة وكلها إيجابية، فأنا ما بعتبر أنه مواليد برج الأسد موجودين بهوة أو بمشكل أو بالزاوية، بالعكس تماما، حتى عندكم قدرات كتير كبيرة لحتى أنتوا تفرضوا رأي. أحيانا المعاكسة بتعطي قوة هائلة،
قوه هائله. لذلك بس كونوا شوي، مش راح اقول لطفاء، كونوا فلكسبل، مرنين، دبلوماسيين، حتى تاخذوا كل اللي معقول يطلع لكم اليوم. بنروح لبرج العذراء. اليوم احلى من الجمعه والسبت موالي برج العذراء، انتم بتعرفوا هالشيء اذا عم تسمعوا وعم بتابعوا برجكم الاسبوعي. الجو اليوم صحيح متعب شوي، لكن بيساعد لانه الشمس ببرجكم، ولانه طبعا كوكب الزهره ببرجكم، فما في حدا قدكم. موالي برج العذراء انتم اقوياء وحلوين ومهضومين وبتعقدوا مثل ما نحن بنقول بلبنان، يعني شيء كثير سوبر سوبر اكسترا. انتم اليوم مواليد برج العذراء بس ركزوا شوي لحتى شغلكم يطلع نظيف ومرتب وما تعتلوا هم. طبعا رجاء ما تتركوا مشاكل، اي شيء تعتبروا انه مزعج ومعقول يسبب مشكل، خلصوا اليوم ما تتركوه، لانه بيتعقد بتلبك الجمعة والسبت. الاكثر حظا فيها تكون مواليد 25 26 27 وايضا 28 اب اغسطس، هذه تاثيرات كوكب الزهره. بنروح لبرج الميزان، نهاره حلو. مولود برج الميزان، وجود القمر في برج الدلو صديق لكم في البيت الخامس، رح بيساعدكم، يفشلكم خلقكم، رح يعطيكم نوع من دعم، رح يعطيكم مساعده، رح يساعدكم، رح يفتح بوجهكم باب حظ، رح يفتح باب فرج، رح تسمعوا خبر حلو، المفروض تسمعوا خبر حلو، اجواء جيده بتساعدكم خلقكم. بعرف الشمس الموجوده برج العذراء قصتها بعدها شوي طويله ل 22 الشهر، بعدين بصير في باب فرج فعلا بصير افضل. هلا بدكم تدولبوها، لكن شوي شوي بمشوا حالكم، كل ما يكون نهار حلو بتستفيدوا منه مثل اليوم. بنروح لبرج العقرب. مولود برج العقرب المطلوب منكم اليوم تكونوا شوي واعيين، يعني مش ما كل حدا قالكم شيء بتنزعجوا وبتتضايقوا، مش دغري تفشوا خلقكم بولادكم اذا غلطوا، اذا عملوا شيء، او اذا بكيوا او تضايقوا او عندهم مطالب، الاولاد الصغار والكبار، او انتم اذا اولاد كمان ما تضايقوا اهلكم كثير، لانه طاقتكم هي الضاغطة مش هني. الضغط هو موجود عند مواليد برج العقرب، فبدكم تطولوا بالكم على حالكم، بكرة رح بيكون هالرائع. فرجاء ما تزعلوا أهلكم اليوم، أولادكم أو شريككم بالحياة اليوم، أو المدير أو المديرة اليوم، أو رفقاتكم، لأنه بكرة بتندموا وبتقولوا يا ريت نطرنا، بكرة نهار بيفش الخلق. خلونا نروح لبرج القوس. مواليد برج القوس اليوم نهار، اليوم نهار اريح من يوم الجمعه. انا دائما بقول لكم لحتى اعطيكم الاحوال الفلكيه مثل الطقس، بتعرفوا الطقس بكره كيف بده يكون، بعد بكره بالويك اند، لا تبرمجوا حالكم. نفس الشيء انا بعطيكم الابراج الاسبوعيه، فاليوم افضل من يوم الجمعه، لحقوا حالكم، اشتغلوا من قلبكم. اليوم في فكره كثير حلوه بتخطر على بالكم، مجال للحظ بيخطر على بالكم، بترتاحوا وبتقدروا تمشوا بخطوات كثير 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 كبيره. فمواليد برج القوس نهاركم اليوم ايجابي، نهاركم اليوم بيعطي، نهاركم بيساعد، وانتم من الابراج القويه اليوم. الشمس الموجوده هي وفينس بالبيت العاشر يمكن يحلوا لكم فرصه عمل او نجاح، شيء كثير مهم. بنروح لبرج الجدي. مواليد برج الجدي نهار حلو، نهار ايجابي، في نجاح، في جهود بتعطي نتيجه، يعني تعبكم ما راح يروح ضيعان، هنالك اشياء حلوه بانتظاركم، هنالك فرحه حلوه كمان ويمكن تكمل في اليومين المقبلين. فحاولوا مواليد برج الجدي انكم تكملوها، ما تنزعوها، اشتغلوا بطريقه جيده ومدروسه، هنالك تناغم مع الفكره اللي عم تطرحوها، مع شو ما كانت الفكره صغيره او كبيره، بس خلوا تحكي على وشكم، البسمة على وشكم، لأنه الجو رح بيكون مساعد لإلكم ومنه ضدكم بتاتا. انتو هلأ بفترة زمنية حلوة كتير. بنروح لبرج الدلو يلي اليوم القمر ببرجه. شو فينا نقول للشخص يلي القمر ببرجه غير انه المفتاح معه او معه، لانه كل ما يكون القمر ببرجنا كل ما يكون في عنا نحن حظ وطاقه كبيره لتمهيد الامور ولايجاد الحلول، ايجاد الحلول طبعا، لانه القمر لما بيكون ببرجنا هو عنوان لصفحه جديده، وبالتالي الامور اللي مأخرة مفروض اذا لقلنا ناخدها وتزبط وتفتح بوجهنا. الاجواء جيده عند مواليد برج الدلو، تقدم، راحة نفسية، قوة، ثقة بالنفس، وإرادة قوية. شو ما صار ما تقبلوا بشي مش عاجبكم، بدكم تقووا قلبكم لكن من دون مشكلة.
منروح لبرج الحوت، مواليد برج الحوت اليوم نهار انا بعتبره كتير ضعيف، بعتبره من الايام الاضعف الاقل حظا والاقل مكافأة لإلكم، يعني ما رح تاخذوا اللي بدكم اياه، ويمكن يزعلوكم ويمكن تبكوا او يمكن تنزعجوا ويمكن تطلعوا وتطبشوا الباب وراك، ونكونوا جدا حذرين. بكره بيتغير الجو، الجمعه والسبت رح بيكونوا احلى بكتير مع وصول قمر لبرجكم. اليوم نهار فلكيا نسبه الحظ فيه كتير كتير ضئيله، من اقل الايام حظا في هذا الاسبوع وفي هذا الشهر، فما تقولوا ما قلت لكم. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم بانتظاره سنه حلوه، سنه مرتبه، سنه واعيه بالنسبه لكم، بمعنى انه رح بيصير في نوع من قدره على اختيارات، على خيارات مختلفه متنوعه منا خاطره ببالكم من قبل، مع احتمال انه يكون في بسنه 23 مفاجات كثير 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 كبيره، يمكن يكون فيها نوع من سفر او من ترتيب لمشاريع جديده بغض النظر عن عمكم. بدي اتمنى للجميع يوم سعيد، الى اللقاء، باي باي.